حالك حالك تكون ناس فهمت زوينه الى السلام عليكم بخير لاباس عليكم اتمنى الله تكونوا بخير اليوم فلوق جديد لو التتمه ديال المهم اليوم هو الفلوق الثالث اللي كيسولوني على شحال من واحد لود الخياطه راه اليوم هو الفلوق اللي غادي ندير لكم ديال الخياطه ونوريكم اليوم كلشي لود الخياطه ونعطيكم معلومات كثيره وثاني كما العاده كما الفيديوهات الجوج اللي لحت كتكون بهذا ولا بتفرج في الفيديو من احسن تفرج في الفيديو اللي داز هذا باش تفرج في هذا باش الا تفرجت في هذا ديرك راه ما غاديش تفهم والو خصك تتبع من الفلوق الاول الثاني وهذا هو الثالث المهم دابا راه يلاه فقنا فقنا وخرجنا جديد راه كانوا البح من اللحنيات من لحناهم واللي ما ربعت نغسلوهم حيت باقي رطبين شويه راه الله جبناهم دابا راه كنشفو فيهم باش نخيطهم دابا راه غادي نوريكم الخياطه ديال 8 هذا الفيديو اللي كنت درت لكم على الخياطه راه درت لكم ديال 10 هذيك ديال 10 كتكون صعيبه شويه معقده ودي اليوم راه غادي ندير لكم ديال 8 ديال 8 راه غتفهموها مزيان ولا ود الخياطه الاخرى اللي كتكون مقلوبين فيها اليدين راه انا غادي ندير الخياطه اللي كتكون مقلوبين فيها اليدين والدري غادي يدير الخياطه العاديه وراه غادي نوريكم التفاصيل كيفاش ديروا اليوم ونوريكم كل شيء مع الحول اليوم الفيديو ما غاديش نديرو طويل بزاف ومن دابا راه يلا تقريبا يلا سالينا رجلين يلا مشطنا وقادينا دابا باقي لينا اليدين تاني نشوفو فيهم عاد باش غادي نبدا معكم الفيديو بالخياطه اما راه سالي رجلي دابا عندي بالنسبه لواحد النقطه ثاني الا ود الناس اللي كيديروا الكافور اللي كيديروا الكافور رجل كيقول لك الكافور باش ما يتنتف الكافور راه ما عنده حتى شي علاقه بالتنتف ولا ما تنتف الكافور هو راه كيعطي غير الريحه الا كانت خانزه عندك شي جلده ولا شي حاجه راه هذاك الشيء كيديروا الكافور وبالنسبه لنا الكافور راه ما كتفكروش شنو الاضرار ديالو راه الا مشيتي درتيه وكانت فيك الحساسيه راه كيدير لك الحساسيه هو وكيحرق الجلد هو الا لبستي راه واخا ديرو وتغسل الجلده راه واخا تعيا ما تغسل فيها راه كيبقى فيها والله اللي كتلبس وملي كتعرق راه كيسقى لك هذا الجلد ديك الساعه وكيحرق لك المهم راه اللي فيه الحساسيه اللي مجرب راه هو اللي غادي يعرف وكاين اللي كيفردو كيديروا له الزغبه راه والو راه ما غاديش يشد لك الجلده ما يشد لكش الزغب في الجلده راه واخا دير لي اللي درتي اللي كيشدو هو الشبه ديرها في الجلد بحال الملحه ديرها مع ملحه الحانوت هي اللي غادي تشد لك الجلد باش ما تنتفلكش اما الكافور ما عنده حتى شي علاقه بتنتف ولا ما تنتفش المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو ثاني غنوريكم على يدي ولا على ود اليدين كيفاش كاين اللي كيلبسوهم عاديين وكاين اللي كيقلب اليدين غنوريكم ديال كيفاش تقلب اليدين وكيفاش تلبسوهم عادي بحال هكا المهم هادي هي اليد كاين اللي كيلبسها بحال هكا كتكون عادية وكاين اللي كيقلب اليدين كيقلبها بحال هكا كتخرج ديك التحتانية اللي كتخرج كبيرة هادي هي اللي غادي نديرها والدري هو اللي غادي يدير العادية بحال هكا المهم راه غنوريكم كلشي بالتفاصيل كيفاش تخيطوهم بجوجو راه اصلا ساهلين وبالنسبه اللي بغى يقلب لي يدي بحال هكا راه ملي كتقلب لي يدي راه كيبقى لك هنا راه كيبقى لك صغير كيجيك هنا اذا خصك الرجلين يكونوا كبار ولا كان رجلين صغار راه ما غاديش تشد لك اللبسه ما غاديش طيح لك والو ما درتيها عاديه راه ماشي مشكل واخا يكونوا رجلين صغار شويه راه غادي يكونوا رجلين غير واصلين غير حتى لهنا راه غادي طيح غادي طيح اما اللي قلبتي لي يدي ودرتي رجلين صغار ما غاديش طيح لك على الاقل خصي يكون رجلين واصل لك حتى لهنا كيما عندي انا راه عندي رجلين كبار داكشي اش كان نقلب لي يدي كون كان عندي صغار راه ما غاديش نقلبو المهم راه غنبداو دابا نبداو الخياطه ونوريكم عاوتاني غنوريكم عاوتاني من كيف العاده عاوتاني كيفاش نجمع لي يدي وكيفاش نجمع رجلين حاش كاين شي واحد ما فهموش الفيديو اللي لحت غنعاود نفهمو نعاود نشرحو عاوتاني باش تفهمو مزيان باش تيجي واحد ما يحزر شي حد يخيط ليه ولا شي حاجه بحال هكا كلشي يعتمد على راسو يخيط المهم هي كيما هذا كيما قلنا كتشدو الرجل الاولى كتشدو ديك ديالها ياك تشدو الرجل الثانيه هذه اللي هي بحال هكا الرجل الثانيه وكتحطو الرجل فوق الرجل بحال هكا وكتشدوهم بهادي كاين هذيك وكاين هذيك بحال هكا ركزوا مزيان باش تفهموا هاك وكتاكدو هادي كتبقى هاديك الساعة هاكا كتسدو هادي ها هي الرجل
وهي الرجل الثاني هاي راه ساهله الخيطه ديال رجلي هي ساهله. قد وحاولوا تدخلوا الزغب الداخل باش ما يسخرش لكم في الخياطه ولا شي حاجه. ما عارفكم قبل ليك نعم عندو لا لي فان تحيه لا انت باغا ولا سميتو اسكروت اسكروت تحيه ليك سلم صافا اسكروت انت باغا جلوده كنخيطو شي فيديو ديدي كاستيك نجل القويرة نسكروت نسكروت كنا هانجي عندك نسكروت نسكروت مبغت ماما شريتي علينا راه عطيني راه ما غندير لهم الزيكا والو باش تفهموا كلشي وما غنسرع على فيديو لا والو الثاني هذا واخا حدا قال فيديو الاولى راه اكثر يا ما فهمش وانا عاود ثاني نفهم لي مزيان في اللبسه ديالي وفي اللبسه ديال الدرب تكنن ديال شي مفاجاه وبالنسبه راك تكما بين نبي اللبسه ديالي غير الا ولت شحال راه طلبها مني وغادي نبينها لا لا نبين يا جوج هذا كيتسمى المونتاج ماشي يطلق باش يكون شي واحد يتلف في السمية ولا شي حاجة كيمونتي في الارض ثاني حاجة ايه خزني لاجة ماشي بحال دوك اللي كيلبسوهم عاد باش كيدي خيط عليه في رجلين ولا كتير كلشي شابان بان ازم ديال الفلوس شي اللي خصنا صوصو تحيه لصوصو احلى صوصو صوصو هي البس ربعه وغنجيبوه مني خرج صوصو في هاد الفيديو تحيه ليك يا يوسف ملي كنصيفطو لي خسيني بروفيسيني فوتي شكرا هو دا ديما الطاب ديما البارطاج اكيله المهم الى تسالي واش غادي نوريكم عاوتاني كيفاش تلقمهم اللي داوداني مع رجلي وغنفهم مزيان عاوتاني باش تفهموا بالنسبه لها ما كانش العيد وكان نقولي بسرعه باش تهرب مزيان عيد اللي عليه كتحرر الشباب ما فهمتيش بلاش خاطر العلاوي بلاتي تريش دمك طريق السلامة الزاد اوي لا تحية للزعتاوي تحية لأشرف فرازي لتوكا توبة حماد طويل أحسن لباس في العالم تحية كاع ولاد الشارع تحية كاع ولاد أكادير تحية فرشاخة الفرشة خمسين تفكرت يا ولدي انه فيلم قصير غير صعب غاز بصح علاش كنت كذا فيلم قصير تبغى المهم هيا كيما سالي نريد هيا رجل هيا عقلو مزيان ردو البال مزيان بس بلا ما عطيني باش تجيو انت تقولي شي حاجه عطيني ما فهمتوش شي حاجه هاي خيطنا وغاتشد هاد الرجل غاتشد هادي كاين هادي وكاين هادي في الجهه الاخرى غنوريكم عاوتاني كيفاش تلقمو هادي مع اليد هادي هادي راه كتلقم مع اليد انا دابا فهمني دابا شنو كيدير ليا فيا اليد ياك وهاي كيما قلت لكم انا عاود عاوتاني الخيط اللي خيطنا دابا داير بين رجل ورجل ياك هي كتكون حطها في الوسط غتشد اليد بحال هكا اليد غادي تجي
بحال هكا هكا هادي دي هادي ميم قلوباش هادي هادي الخياطة عادية هادي باش تفهموا هاد راه فيها جوج ديال هادي السامبل هادي صافا كتشدها كاع لتحت ديالها ها هي هادي هي الجلدة التحتانية ها هي هي هادي التحتانية تشدو التحتانية ها هي التحتانية عقلوا لها مزيان التحتانية هي اللي كتشد هادي هي اللي كتجي في التحت ها هي وهادي هي اللي كتجي من الفوق ها هي تجي بحال هاكا هاكا كتجي من عقلوا مزيان غادي تشد التحتانية هادي التحتانية هي اللي غادي تخير غادي تشدها بحال هاكا بحال هاكا هي دايرة هاكا شدها بحال هاكا تاهي هاكا شدها بدو بحال هاكا ياك وكتلبقا تاني تاهي مع هاديك الرجل مع هاديك البلاصة دي اللي قلت لكم ديال الرجل هاهي هاهي وهي الخيطة اللي خيطنا كبيرة المهم كتخيطها تاهي بحال هاكا كتخيطها ديري المهم يردوا لي البال مزيان دابا راه انا عاودت لها عاوتاني فهمتكم مرة ثانية بحال هاكا كتجي بحال هاكا شتيها ها هي ليد شتيها كي غاتجي ليد هاهي المهم في التحت ديال ليد هاهي التحت ديال هي هادي ها هي هاكا دايرة وها الفوق ديال الرجل من ليها غادي تخيطها هاكا عاوتاني عا باش عاوتاني غنمشيو للجهة الأخرى راه ساهلة هي الخياطة اللي ما باش يفهم معايا راه نخيطوها دابا عاوتاني كاملة وغادي ندور على الجهة الأخرى عاوتاني وغنعاود عاوتاني نفهمكم مزيان داكشي باش ما يطرق التراري عقدو داكشي مزيان عقدو مزيان باش ما يطرق في الاول الا ودا دير هادي رجل بين رجل اليد هادي هي اللي كتكون اللي كتخص تكون تخيطها مزيان اش الا حليتي يدك بالزربه ولا شي حاجه ولا خرجتي عوج ولا شي حاجه راه تقدر ترتق ليه نزو معكم السكني لا لبستو لا شوفو شي سكني المهم هادي هي اللي كيبدا يديرو بنا كاين اللي كيلبس رجلين عارفش كيخيط ليه يدين هكا كاع هاديك راه خياطه عيانه بزاف كاع هاديك خصك تخيط بحال هكا بحال هكا غادي نوريكم دابا كيفاش تخيطوا تخيطها دابا في الارض عاد ملي كتبسها كيبقى لك غير الدار و وسط لا لا ما غادي نخيطهم دابا راه غيلبس الدري الحوايج ديك الساعه باش يلبسهم ونوريكم كيفاش تخيطوها عاوتاني غنوريكم ديالي انا كيفاش تخيطها سهل لك شي بحال هكا باقي ما يتابعش وبالنسبة لي ما كتقلب لي يدين راه كتبان لبسة كبيرة لا اللي كيدير كنا عادية ها اش كيكونوا لي يدين هابطين هكا ماشي بحال الاخرى الاخرى كتكون عادية ولا ني بيد اللبس هذا نشوف كيفاش غادي يجي انا نقول لك كيف بحال هذا الشيء يالو من حاجه من هذا اصلا مشى شوف الفورمه ديالها احنا نحط كيفاش كاين بزاف كيف كيبان لك الطور كيف بان لك اصلا هذيك هذه بان هذا وهذه حتى هي اصلا هذه بان فيه هذا اللي بان بحال هذيك الله ما تحطيش الله يبان فيه زوين وبالنسبه واش تخيطها واش قاسحه ولا رطبه خصك ضروري تخيط رطبه رطبه هادي راه خصنا نلبحو من الحنا لبحه باقي فيها الملحه وبلا ما تحيدي ليها الملحه غير من خيطها بحال هكا الا كانت رطبه الا كانت قاسحه عاود غسلها تا تخيطها مزيان وعاوديني ملحها هادي راه واخا ملحه ما غاديش نلبسها راه غادي تحت ديك الملحه حتى انا غنلحوها واش تطبوها باش ما تاكلكش ملي كتبي تلبس راه ضروري خصك تحيد الملحه باش ما تاكلكش وي دير الكافور في الجلد هاكتالو تحرق ما غاديش تلبس ولا ما ضيقناش ولا شي واحد يمشي يجربها وتشوف شحال طرا لي كافو كتلحو عليها شوية انا ما عمر استعملنا الكافو راني ني عندك شي حاجة خانزة ديال الكافو والريحة ديالو مزيدة اصلا بزاف غير الا قربتي لعينك وشوف عينك كي كتولي المهم داكشي باين الدراري ولا بدي تاكدوا شد الكافور وحكوا ولا شد لاكا وخلي واحد الشيء يشوف يدك كي غادي تولي المهم
فين داك الشيء باين بالخسير راه ديما اوني كنهضر بالنسبه للناس اللي فيهم الحساسيه اما الناس العاديين كاين ما كيجد فيهم لا لا ما كيجدش في العادي عاد حك ضروري انا هي اللي فيهم الحساسيه هما اللي كتجد فيهم ما تخيطوش حتى اللفان كامل هادشي كامل ما تخيطوش هذاك الشيء راه كيتقطع واحد شويه باش كتجي اللبسه جاده انا نوريك كيفاش تقطع دوك الجناب عشرة ما يمكنش الا مشيتي تخيطي دوك الجناب غادي يخرج لك في اللبسه في الصدر ديالك ولا في الطرا غادي يخرج لك دوك الجلد كيكونوا مجموعين تبزيط تحيه لتبزيط هي اللي دابا الاخرى حتى هي غادي نديروها شادين منها حتى هي دابا غادي نقلبوها ثاني اللبسه ها هي ثاني غادي نفهمكم مزيان ثاني ها هي الخيطه ديال رجلي ياك وهي رجل الفلور راه باقي هذيك ما خيطناش العريض وما هي الخيطه ديال رجلي بين رجل ورجل ها هي كاين حدا هي هذه الخيطه بين اليد واليد ها هي اليد بحال هكا كتجي باش تلبس بحال هكا بحال هكا غادي تكون بحال هكا ومرة غنفهمكم دابا دابا غادي ندورو لبسة الجهة الأخرى عتاني باش نوريكم عتاني بالتفصيل هاهي عتاني القند ديال الجهة ديال الجهة الأخرى ليد رجل هاهي عتاني تاهي راه نخيطوها مع ليد هي دابا نقطعها مثلا لبسها لك فهمتي غنمشطها فهمتي باش تبان باش تبان مقادة عاد شغل دار خيطها بغينا نشوف الأمور بلاصة عرفتها هنا هكا هكا تلبس هي هي هكا عندك زي اش كدير هذاك راه عطلو واش صافي شتيها شداكا هادي 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 قشد قشد قوة شادة دي هكا اجمعها صافي باش نعرف النص ديالها الغني لقم لي دازا ندير الانستغرام غنفصل لي اللي بغا يبغى لي خيط لي ولا يفصل لي ولا شي حاجة واش راه عندي شحال من واحد كيبدا يصيفط لي انا عندي عامر تما اللي بغا جلودة مرحبا مهم جلد راه ما بقاش دابا راه كاين شي حدين كيسول لك الجلد جلد راه ما بقاش راه فهاد الوقيته راه الناس ما بقاوش كيخيطوا اللي بغا ماشي القرنه السيمانه الجايه اللي بغا تبيعها والقرنه السيمانه الجايه القرنه السيمانه الجايه راه غادي تقريبا شنو السيمانه الجايه بقى والو راه صافي راه السيمانه الاخرى هادي ديال العيد قاش قاش تقريبا كتبقى ديك 3 ايام العيد هكاك صافي راه كتستنى غادي تكون دابا تقريبا غتبقى لها شي يومين هكا وغادي من وعي تاعي راه كنخيطوها هكا هذا التحت ديال اليد ثاني ها هو الفوق ديال اليد بحال هكا كتجي لا سهلة اصلا هي اللي ما بغاش يفهم اش تبدو بالنسبة اخويا شرف ديك الجلدة ما بقاش باغي بغات تنتف ليا داويتي هدية شكرا خليها صافي تاعي راه كتخيط عاوتاني اليد تاعي من هنا حتى لهنا صافي وكنت لبسها هو انا نوريكم عندنا كيفاش غادي يلبسها راه ساهل داكشي اللي يمكن الخوا اللي ما غاش يعرف دابا راه ساهل ما فهمتيش عاود الفيديو عاوتاني عاود الفيديو راه غتفهم غتفهم غير حاول تعطي شويه عقلك على هادشي راه انا اول مره راه ما كنتش كنعرف اصلا ما غاش لقاو حتى شي فيديو كيوريك كيفاش تخيط بحال هكا انا اول مره نلبس راه حتى شي فيديو ما لقيتو
كنقلب حتى ليا عندك هذا الشوان ما كانش عندي التليفون صغير تحية أحمد 2016 اللي لبسنا ولا من 2016 احنا قاعدين لا دوك زين لبسه ديالنا ايه زعما قدينا لبسه تاعنا ما كنا غير لبسه قبل ايه زعما 2016 درنا واحد الغلط كبير 20 درنا الزيت اي راه الزيت راه خايب اللي ديروا الزغب ديال الجلد راه مكي دابا راه غادي تلبسوا عادي ولكن في الاخر ما غادي تحط اللبسه وتغسلها لا ما غاديش يبي تحيد ديك الزيت لا باوي يا عطيني غادي نطولوا عاوتاني الفيديو او اللي بغى الفيديوهات يكونوا طوال يكتبها لي في الكومونتير ما كان باش كان نطول الفيديو الا ما بيدوش قولها لي عاوتاني في الكومونتير ما بيتيش بلاش يدير لكم واحد المسابقه الدري في الانستغرام فيها واحد اللبسه ادير هاد اللبسه جزء عندو الانستغرام هاما تاني لي الدين نقول لي الدين هاما لي الدين راه كاين هادي في الجنب وهادي في الجنب غتلبس بحال هكا هاي رجل رجل اخرى احط لي بحال هكا غادي يمسها راه سير بصح هي كبيدية هي اصلا لا كبيدية ولا جهة اخرى كل جهة اخرى ها هي سير كيفاش جاتو اللبسه راه كتبان دابا مزيان بحال هكا كتجي الا بغيت خيطها في الارض ماشي الا خيطتيها الا خيطتها وهو لابسه راه غادي تجي ليها وجا مغجم كاع دابا غادي نوريكم فين هما دوك اللي كيتقطعو وبالنسبة لهادوك اللي قلت ليكم راه هما هادو دوك كيكونو في اليد وفي الرجل دوك اللي كتشد بهم الجلدة بحال هكا كتقطعو ضروري هكا هكا ضروري تقطعهم كاملين باش ملي تبدا تخيط هكا تجيك سام تجيك هكا عادي كاملين كتقطعهم هذه هي اللبسه ديالو ضروري غادي يوريكم ديالي تاع انا صافي باش الحركه تمشي ديال هكا
صافي الجمعة تجدين في الجمعة. تحية الولادة قاعدين. حاولوا تخيطوا من الداخل باش ما تبانش الخياطة. تحية للمخزن. بالنسبه لاخر نسخه غادي نلبسو اللباس بجوج باش نوريهم لكم كيفاش جاو بجوج ديهم. كاين واحد اللبسه الثالثه تاع الكاميرا ما راه غادي ينسى. ايه غادي نبين لكم راه لابسين الثلاثه ديالهم. اللبسه تاعك هي الاولى اللي تقالت لك. كيكون جلد غليظ ما كيبغيش يكون سخين ديالو. قلت لك فطور فطور هو كان دويلي راه كان عندك بزاف ديال صايره كتبغي تقدر تخليها
تحية للعشاقة مكانو تحية لولاد الشيرة ولاد أكادير مقدنا حطها في البيع مي سالي لهدي ولكن دابا لا بالنسبة لي يقول لي الثمن ديالها ماشي حاجة راه باش نطلع لك غادي راه غطلع لك غالية هي ولا ديالي تقدر تطلع لك حتى 30000 ريال ولا أكثر أكثر كاع تقدر توصل لدار 40 بالنسبة للبيع اللي غايشريها عشان راه ما طلعتليش غالية قريبا تحية السي معاذ اخر فيديو غنبان فيه على 20 دابا الخيط قدام قدام بلا ما تخيطو كاع مخيطو غير دير هنا بارك لا ودي ترا غادي غادي غير تجمع اللبسه دابا راه ما غاديش تلبسو دابا وتخرجو بها وبالنسبه لي ديال اللي درا اللي كيخيطو راه هي اللي راه غادي يخيطو غادي يخرجو مال كلشي كلمة سكر لي هاد الكواليس دير واحد الفيديو خاص بهاد الكواليس المهم هي ديال بالنسبة ديال اللي دي كتكون مقلوبة هاي راه دايرة أنا غنوريكم بحال هكا كتكون مقلوبة بحال هكا غتلبس دابا هادي تقريبا راه فيها جوج هادي راه كبيرة بحال هاديك الأخرى هي تا هي كتخيط نفس الطريقة كتجي لتحت هكا كدهز هكا تقريبا جلدة ديك الأخرانية دهز الفوقانية زد الأخرانية إلا بيتي ديك البلاصة اللي تجيك في لتحت وكتشدها غادي نتا هي وكتلصقها مع الرجل بحال هكا كيما هنا وصافي غادي نخيطها تا هي شوفوا من مورا دير هذوك مي مورا الخيطه غادي يبداو غادي تشوفوا هذاني كي كتجي غادي يبداو
راه هي تقريبا دابا بحال نفس الطريقه. غير هي كما قلت لكم راه كيخص لها رجل كبار، هذاك الشيء اش دايره انا حيت عندي رجل كبار، اما شي واحد عنده رجل صغار راه ما غاديش تجي من غير الا دارت لها دابا امي راه تقدر ديرها في هذا ولكن جاش كتجي زوينه. وقليل اللي كيدير بحال هاد الخياضه اللي قلت لكم دابا ديال كيفاش قلت لي، ولكن هي كتجي الديكور ديالها زوين. صافي دابا يا بزاف واش كي غادي تجي تقريبا بحال بحال طيب راه خيطنا هذيك البلاصه هذه قال البلاصه اللي خيطنا ها هي هي هذيك راه كتلبس عادي بحال هكا ورا غادي تلبس غادي تبان دابا هو هي ديالي على يديك حاجة ما كتطلق يديك كي كتجي يكون فيها ديالها هي بغيتها اخرى اللي كيسولني الا ودي شحال في اللبسه راه ديرها 8 اللي فيها ها هي راه 8 اللي فيها فيها جوج جوج في الجيم جوج في الرجلين وديال الدري تاعي راه 8 وراها المهم الا خاصها شي واحد راه باغي يبيعها مورا العيد ماشي دابا المهم راه نخليكم الانستغرام ديالو في صندوق الوصف واللي بغا يتواصل معاه هو راه غيدير معاه الثمن ومن مورا العيد يجي يديها وراه حتى اللبسه ديالي راه تاهي غادي نبيعها راه نخليكم الانستغرام ديالي دوزو الانستغرام حيت بدلت النمرة باش بلا ما يصيفط ليها شي واحد راه هي راه فيها 8 تاع هي والزغبرة كبيرة تبارك الله رجلين داهما المهم بعد ما شفتو اللبسة راه وريتها لكم هي ديال الدري المهم راه غادي نبيعها اللي بغا يدوز ندير انستغرام راه نخلي انستغرام نخلي التصويرة ديالو هنا وديال الدري تاو راه غنخليها هنا وغنخليها في صندوق الوصف ديالو وديالي المهم اللي بغا ديالي يدوز عندي اللي بغا ديالو يدوز عندو هو غادي نحط لكم انستغرام ومهم يتفاهم معاه ولا يتفاهم معايا انا وغادي نبيعها ماشي دابا حتى المرة اللي عندها باش غادي نتباع حتى اللبسة انا ومغا الى بغا زعما شي واحد العام الجاي ولا شي حاجه المهم راه كما وريتها لكم راه هي هذه هايا
انا ماشي شي حاجه صغيره ولا شي حاجه، راه تبارك الله صافي كبير. المهم راه اللي ديالي ولا ديال الدري راه 8 8 بجوج بهم. وسميتو بالنسبه لشي راه واحد سولني بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي الا خيط اللبسه واش نحطها في الطل ولا غادي تكرم ليا ولا غادي تقصاح ولا غادي ترطى، راه هي اصلا اللبسه الا مشي تام الاحتياط تقريبا بقات لي شي سيمانه، الا فات السيمانه راه غتقصاح لي. كيما الا بقات لي من دابا للسيمانه تقريبا الا خيطها في هاد الايامات نتا راه ما غتخاف ولا ما غاتش تقصاح لك، واصلا راه ما غادي يوصل لي درا ضروري غادي تغسلها عاوتاني وتقادها وتيسواره وشحال من حاجه. المهم ديالي راه ماشي سواريتها ما والو، ماشي سواريتها ما والو، راه خليتها هكا راه من البارحه باقي نيت فيها الملحه، باقي فيها نيت الملحه دابا هي السيستم مزيان صافي. ودابا راه غادي نحيدها وغادي نملحها وغادي نحطها ثاني في الطل تدوز هاد 4 ايام ديال اللي بقات العيد، وراه ان شاء الله راه غادي ندير لكم فلوق في العيد ديال النهار ثاني عيد واقيلا كاع نهار ثاني عيد تقريبا، غنوريكم كيفاش جبدوها وكيفاش تغسلوها وسميت الشفوه وتقادوها باش تلبسوا، ونعطيكم كيفاش ديروا الى لبستوا وصابوا سالا وصلت الوقت باش تحيدوها اش غديروا ليها من بعد. هاد كاين اللي كيقول لك كندير لها بودر، كاين اللي كيقول لك ندير لها الملحه. المهم راه غيجي وقت الفيديو راه غادي نشرح لكم مزيان شنو غديروا ليها. وبالنسبه كيكون هذا هو الفيديو، شفتوا 3 ايام ديالنا اللي داز، النهار الاول اللي خصنا داكشي ولقمنا، النهار الثاني اللي صبغنا داكشي. المهم راه هي راه ملي صبغناها وقالت لي انا ما بقاش فيها القهوه، هي راه كحله كامله، ايوا كحله كامله كامله كحله، راه كما شفتوا راه وريتها لكم راه ولات كحله كامله هي ولدي الدري. المهم بحال هكاك ملي غتصبغ راه بحال هكاك كتولي. والفيديو الثالث راه هو هذا، راه وريتكم ديال الخياطه وكيفاش خرجت لي اللبسه، وعطيتكم شي معلومات واخا غادي يجي الفيديو ثاني طويل، ولكن ما عندي ما ندير. وبالنسبه للفيديو ديال الى ساليتي مجلد ديالك اش غادي دير لهم باش يتبغوا وتخليهم العام الجاي ولا شي حاجه، راه هو راه غادي ندير لكم فيديو عليه، راه ما غاديش ننسى، راه ضروري غادي يدوز العيد ان شاء الله بديك السيمانه هكا غادي نلح لكم فيديو اش غيكون كيتسنى شحال من واحد. المهم راه غادي نلح لك فيديو ضروري، ولا فيديو ديال نهار العيد كيفاش كندوز نهار العيد، كتبوها لي في كومونتير نوري لكم، ونوريكم الاجواء ديال المدينه ديالي ديال اكادير، ونوريكم البلاصه في ساكن في التشيرة كيفاش كيدوز نهار العيد ديالها كي داير. المهم راه ماغاش نبين نوريكم كيفاش تملحوا داك الشيء، راه وريت لكم الفيديو الاولاني كيفاش تملحوها، عاد انا غادي نعطل الفيديو وغادي نكثروا، ما باش نكثر عاوتاني فيديو باش ما يجيكمش طويل. دابا كاين اللي كيشوف الفيديو طويل كيبدا يتفرج غير في الاول ولا في النص، داك الشيء اش ما كان باش نكثر الفيديو ما كان باش نديرو طويل.